متسابقنا القادم من بريطانيا هو عراقي يعيش في بريطانيا، اسمه عبد اللطيف صبار مهدي، سنشاهده سويا على شاشتنا. السلام عليكم، اسمي عبد اللطيف صبار من العراق، مقيم في بريطانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. إذا شيخنا الكريم عبد اللطيف صبار مهدي. أخي عبد اللطيف، أنا سعيد جدا بسماع تلاوتك، ما شاء الله منضبطة من كل الزوايا، منضبطة من بمخارج الحروف، بصفات الحروف، بأزمنة الحروف والمدود والغنن، بالوقف والابتداء. الله يرضى عليك ما شاء الله. وكان يعني كان قبل أن يبدأ مقطعا قرآنيا يملأ صدره بالهواء ثم يقرأ، وهذا الذي أنا أوجه إليه دائما، لأني لا تقرأوا مقطعا قرآنيا وصدركم فيه هواء قليل، هذا سيؤدي إلى أن تقفوا بعد كلمتين ثلاثة وقف قبيح، لأنه ما تم المعنى ويؤثر على المعنى فالله يرضى عليه الأخ عبد اللطيف كان يملأ صدره بالهواء ثم يأتي بالمقطع القرآن. ما شاء الله. بارك الله فيك يا أخي عبد اللطيف، وزادك الله توفيقا. اللهم آمين.